وهي من الأهداف اللي ذكرتها هي محاربة الفساد. ومحاربة الفساد في هذه الأيام الأطراف يعني كلها تبنتها، تبناها الرئاسي وتبناها مصرف ليبيا المركزي ووزارة الداخلية، لكن اللي يتبنى الفساد ولا يبدأ بنفسه، يعني أنت تقول هناك فساد نريد أن نحاسب، إذا كنت صادقا لابد أن تبدأ بمحاسبة نفسك ومحاسبة أطرافك، وأن يعني تتخذ من الإجراءات ومن الوسائل ما يوصلك إلى هذه المحاسبة. أما إذا كنت أنت تستعمل نفس الأدوات، تستعمل نفس الوزراء، نفس الوكلاء، نفس المؤسسات، نفس الشخصيات تستعمل فيها، وتقول أني نبي نحارب الفساد، هذا كلام مجرد حبر على ورق، مجرد استهلاك لا معنى له ولا قيمة له. ليحارب الفساد يقول زي ما يعني قال مشروع يا بلادي، قال ابدوا بيني، أقول أنه كان صاحب مسؤولية، قال يلا ابدوا بيني نبي محارب الفساد وابدوا قدموني لو المحاكمة. هذا الشخص اللي يواثق في نفسه ويبي بالفعل يحارب الفساد. أنت يطالبونك منذ سنين على أن يعني تعمل مشغلات جديدة وأدوات جديدة يمكن أن تنقذ البلد وكذا، وأنت عامل ودن من طين ودن من عجين ولا تلتفت إلى أحد. هذا كلام غير جاد وغير صحيح. فهي يعني سواء في وزارة الداخلية ولا في المصرف المركزي يقول لهم عليكم تبدوا بأنفسكم، ينظر المصرف المركزي ما فيش فساد، لابد أن يكون فيه فساد كبير، يبدأ يعني محافظ المصرف المركزي يقدم الناس اللي حواليه وأصدقائه لكذا يقدمهم ويقول أنا نفسي مستعد للمحاسبة. وزارة الداخلية ما فيش معاه يعني إدارات وكتائب وكذا، معروف هي فسادها الإداري والمالي والإجرام والتعديات، هل أعلن على البدء بأن يبدأ فيها المحاسبة؟ لم يفعلوا شيء في هذا.